شغال. طيب السولار بي في سيستم، انواع وانظمه التصميمات اللي احنا هنصممها في الطاقه الشمسيه. في نوع اسمه بي في دايركت سيستم، ده عباره عن لوح وحمل. تعال نقراهم بس الاول نشوف وبعد كده ندخل في الشرح. يبقى في نوع اسمه دايركت سيستم، بعد كده في دي سي ستاند، ستاند الون يعني واقف لوحده مش متصل بالشبكه، تمام. بعد كده ستاند الون سيستم ويز، ممكن يبقى الستاند ستاند الون ده يبقى الحمل نفسه بتاعه دي سي بس، ممكن يبقى اي سي بس، تمام. وفي حمل ستاند الون وطبيعه الاحمال نفسها فيها دي سي واي سي، تمام. ففي نوع اسمه ستاند الون سيستم ويز اي سي اند دي سي لودز اللي احنا سميناه ايه؟ اوف جريد. وفي نوع اسمه ستاند الون سيستم ويز باك اب انرجي سورس، في الاماكن بتاعت الابراج، تمام، تغذية من شركة الكهرباء. في أماكن تانية بياخد وبيبقى معاه طبعا جنريتور ستاند باي، فالجنريتور ما اشتغلش كتير لأن في سكيكو مغذيات. في أبراج تانية بتبقى بعيدة عن سكيكو، مفيش أصلا تمديدات وكابلات كهربائية يقدر يوصل منها، فبيشتغل على الجنريتور بس. بدأوا دلوقتي يقترحوا إن المحطات بتاعتهم دي والأبراج يشغلوها بالسولر، لان هو المشكله في الديزل يا شباب او في الديزل، وعايز كل شويه ديزل وصيانه وش كل شويه بيعطل ومشاكله كتير. اما السولار انت بتعمل محطه بتقعد 20 سنه ما بتعملش فيها حاجه، تمام. فهو بيشتغل بيعمل هايبريد سيستم اللي هو الستاند الون سيستم ويز باك اب. باك اب هنا ممكن يبقى الباك اب ده عباره عن جنريتور او بيبقى بطاريات، تمام، بوضع معين سواء كان سنترال باتري او غيره. بعد كده الجريد كونكتد او بيسموها جريد تاي، تاي يعني كلمه تاي، تي اي ايز كرفطه يعني، تمام. جريد تاي يعني موصل، تمام. دايركت او جريد دايركت سيستم اللي هو اون جريد، وفي اون جريد معاه بطاريات، يعني انت بتاخد من في سيستم فيه كل بقى، انت واصل بشركه الكهرباء وموصل نظام طاقه شمسيه وما رميتش الجنريتور اللي هو كان موجود معاه، ده بيديلك مور ريلابيلتي، موثوقيه اكتر، زي اللي احنا قلنا في المستشفيات، بيحط مصدر تغذيه من المحول ومصدر تغذيه من الجنريتور، وبيحط يو بي اس كمان للاحمال الايه الضروريه ان هي ما ينفعش يفصل عنها حتى لو ثواني يعني. تعال نشوف الانواع، البي في دايركت، البي في دايركت ده ابلكيشن واحد، انا بجيب لوح بطلع منه دي سي بدخله على مروحه دي سي، او بدخله على حمل دي سي. ده موجود موجود. تمام؟ وانا مش عايز اشغل الحمل ده بالليل فمش محتاج بطاريات، تمام، مركب لوحين بيطلع له شويه كهرباء يشغلوا لي حاجه. فده بيسموه ايه؟ البي في دايركت سيستم. ده موست بيزك سيستم، يعني هو اساس الاساس، ده هو ايه؟ لوحين وحمل، تمام. ده عباره عن ابلكيشن ينفع في السولار فانز اللي هي في المراوح يعني اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه، والسولار ووتر بامبنج. سولار ووتر بامبنج في موضوع الاريجيشن او في موضوع البامبنج، في عندي نوعين من المضخات، يا اما اشتغل مضخه دي سي يا اما اشتغل مضخه اي سي، وبكره ان شاء الله نعرف ايه الميزه في ده وده. يعني انا دلوقتي كواحد بيركب نظام ري في مزرعه بس، ممكن يبقى المضخه اللي انا هشتريها دي سي، ممكن يبقى المضخه اللي هشتريها اي سي. انا بقول لك نصيحه اهو من الاخر، يفضل ان تستخدم مضخه اي سي، لان مضخات الدي سي بتعمل مشاكل للصبح. هتقولي ده انا وفرت الانفرتر، احكي لك بكره القصه ماشيه ازاي. يبقى البيزك انا عايز احفظ دلوقتي، عايز احفظ المسميات. البيزك في الديزاين النوع بتاع الشبكه اسمه ايه؟ بي في دايركت سيستم. ده بيستخدم في مراوح الطاقه الشمسيه والبلامبنج او البامبنج، معلش بلامبنج دي حاجه ثانيه، البامبنج سيستم اللي هو المضخات، نظام المضخات، سواء كان مستخدم في الري او مضخه اي حاجه. لا ده دي سي، هنا احنا دي سي، مفيش الحمل نفسه دي سي. شوف الحين في بعض الاجهزه تشتغل دي سي على طول، في اجهزه كتير بتشتغل دي سي على طول. ما لسه الراجل برضه اللي كان هنا، لا اللي كان هنا اهو، ويقول لي وانا انت يعني ليه ثلاث ايام بذبح في نفسي، يقول لي هو انا ليه انت استخدم الفلتر اللي انت ما استخدمش؟ طبيعه الحمل مش في كشاف بيشتغل بالدي سي، وفي كشاف بيشتغل بالاي سي، في مضخه بتشتغل. يا عم انت مش دارس ثلاث اربع كورسات يقول لك دي سي ماشين، دي سي ماشين، اي سي ماشين، قعدت الكورسات دي كلها ومش عارف ان في حاجه بتشتغل بالدي سي وحاجه. لسه امس بنتكلم عن السيلف، السيلف ده دي سي موتور،
عكس الحين في اجهزه اشوف مكيفات تدخل عليها دي سي دي سي. ايوه بالظبط بالظبط يا باشا. بالاخر يعني ده الناس تقول لك ايه ده دي سي الكمبيوتر ده دي سي جهاز دي سي هو كل الالكترونيك سيستم في الاخير عايز تاكل وتشرب كهرباء وتاخد يعني البي سي سي بيسموها بتوع الكترونيكس اللي هي 5 فولت 5 فولت ثانيه. انا عايز اشتغل اون اوف 0 1 الصفر بصفر والواحد بخمسة فولت وانا اشتغلت في دي سي سي. بس انت هنا عامل جوه دي اول ما تدخل في الشاحن هنا عامل كونفرتر اللي احنا بنحكي عنه ده باور سبلاي صغير هو اللي بيحولها لدي سي. وفي نقطه زي ما انا شرحت في الحته دي نقطه داخل لك منها الدي سي بيتحول والبطاريه وهما الاثنين شابكين على الحمل يعني الحمل في الاخر دي سي لو تمام. فما تجيش في اخر اليوم تقول لي هو في احمال دي سي يبقى احنا كده مش عايشين في الكوكب. في طبعا حتى ده اللي هم بيسموه اي سي هو الدايره من جوه شغاله دي سي. دكتور اعتقد من الابلكيشن الحديثه في المراوح المباشره مع الخلايا مراوح حاطين على العربيات اللي هي الحراريه بالظبط. طبعا عندنا مشاكل دايما الحراره زياده في الصيف كانت مشكلتنا مفيش عربيه ما تعرفش طبعا. فعملوا ايه؟ عملوا لك المراوح دي وحطوا الجهه الثانيه بتاعتها طاقة شمسية بحيث يطلع لك جزء بس فري من فوق بحيث عم تحطها في العربية تبقى زي المجمع. انت واخد شوية طاقة شمسية بتحولهم للدي سي وتشغل بيها حتة المراوح مراوح بس هو يسحب لك الهواء من بره ويغير لك هواء العربية فما تخشش تحس عربيتك فرن فتحطها على المراية هنا الشباك ده والشباك عشان هنا بيقول لي الواير دايركتلي تو ذا لود هي بتوصل مباشرة للحمل اللود اونلي ران وين السان از شاينينج. هنا مفيش بقى مفيش ولا في بطارية عشان اقول لك شغلها بالليل وبتخزن ولا في انفرتر فهي ما بتشتغلش غير في الشمس. يعني انت النظام ده مشكلته بيشتغل في الشمس في شمس هو شغال مفيش اوف. الكونفيجريشن از ايديال فور فنتيليشن ده هي اللي بيقول عليها المهندس دي تستخدم ممكن استخدمها كفنتيليشن مروحه التهويه تمام او في الووتر بامبنج اللي هما الاثنين دول فيري ليتل من ما فيهاش من بس هو حته اللوح ده اللي انت حاطه مبصص وكده على الشمس تمام وطالع لك وده ممكن الناس تستخدموه في البر تمام في موضوع الشاحن بتاع التليفونات فهو دي سي هو شحن تلاقي الناس الفاتحه بتبيعه اصلا يعني هو حته لوح صغير كده يقول لك ده ايه ليه وصله اصلا يو اس بي تحطه في الشمس يشحن يعني انت بدل ما واخد اسمه ايه اللي احنا بنشتغل بيه الباور بانك واخد لوح كده في البر وحاطه كده وبيشحن الموبايل وخلصت عليه خلاص ايوه ده اللي سموه يا باشمهندس راجع معايا البي في دايركت سيستم ده اقل سيستم هنشتغل عليه. خش على بعد ده اسمه دي سي ستاند الون دي سي يبقى هو اشتغل على احمال دي سي ما فيهوش ايه فيهوش انفرتر. طيب البي في سيستم سيرت فروم اليوتيليتي جريد احنا دايما ما دوب تقولنا اوف جريد يبقى احنا بعيد عن مين على الشبكه. فانت لو استخدمت كل الكومبوننت دي فيها مشاكل مشاكلك انت مفيش اشتراطات عليك فانت هتعطل او هتعمل مشاكل في اللود بتاعك. بس يفضل لما تيجي تعمل حاجه ستاند الون حتى بتاعتك عشان تخاف على الحمل ما انت تقول لي ممكن اروح اجيب انفرتر في واحد ب 10 ريال وفي واحد بريالين وفرحان ده هيبوظ لك الحمل زي الراجل اللي راح اشترى باور فاكتور اقل فاهمني في الاخر اضطر يركب كباستور بانك ومش عارف ايه. فالبي بي سيستم سيبرت فروم اليوتيليتي جريد اليوتيليتي جريد شركه الكهرباء وذ انرجي ستوري. ايه اللي زاد هنا؟ ايه اللي زاد هنا على النظام اللي فات؟ في بطاريات هستفيد منها ايه؟ اقدر اشغل بالليل. يبقى النظام اللي هو البيزك اللي هو كان لوح شمسي وحمل في شمس فهو شغال، مفيش شمس خلاص. ده هيزيد عليه سميناه دي سي ستاند الون، هو كلمه ستاند الون عشان هو مش واصل بالشبكه. ودي سي فبالتالي هو حمل ودي سي فمش محتاج انفرتر وانا مركب جوه بطاريه عشان اقدر استفيد بشويه الكهرباء اللي هولدهم بالنهار لو اكتر من استخدامي احطهم في بطاريه اقدر استخدمهم ايه بالليل. يبقى النظام الاولاني يعني اهو فرق بين النظام ده والنظام ده ده اهو بي بي دايركت سيستم الواح وحمل. الثاني اسمه دي سي ستاند الون سيستم الواح والحمل. فين يا شباب هنا؟ حد يشرح لي الرسمه دي؟ اهو لوحه في لوحه واصل عليها احمال دي سي تمام وطالعه واخد منها مين؟ انا واخد ادي الالواح رايحه للشارج كنترولر نظمت الجو دخل البطاريه بحيث تظبط الكهرباء. بقى كده في نوع ثاني اسمه لود كنترولر يعني في تشارج كنترولر خاص بالشحن. في نوع ثاني
هو نوع من انواع الكنترولر الصغير كده بيتباع مع بتوع الطاقه الشمسيه، عارفينه، اللي هو بينظم علاقه البطاريه بالحلم. تمام، البطاريه بتفرغ بتشحن بوضع معين، فهو عندي حاجه بيسموها اللود كنترولر، ده اونلي ران الدي سي لود. ليه؟ لان مفيش انفرتر. تشينج كنترول تو كنترول تشارج، تشارج الكنترولر تو كنترول تشارج اوف باتري سو ذات ات از نوت اوفر تشارج. يعني ايه الكلام ده؟ بالظبط، انا بقدر من خلال تشارج كنترولر بوصل للماكسيمم تشارجنج واوقف، ما اقدرش ايه اشحن اوفر فولتج. اللود كنترولر بيعمل ايه؟ شيفت مين؟ الستيت اوف اللود سو ذات الباتريز ار نوت ديزيتش. يعني انت ايه لو مش عارف حاله الحمل فممكن البطاريه تعمل ايه؟ سيلف تشارجنج مثلا، فرغ من غير ما تكون ساحب. فهو ده اللي بيبص على طبيعه الحمل وبيدي انديكيشن للبطاريه. الباتري بروفايد انرجي تو اوبريت الدي سي ايه؟ الدي سي لودز. طيب عايزين نخش على بينه وبين الدايركت. الفرق بينه وبين الدايركت، الدايركت ما كانش فيه بطاريات من الاخر. الدايركت ما كانش فيه، بص ادي البي بي دايركت الواح بس متوصله على حمل على مروحه. هنا ايه اللي زاد؟ زاد ثلاث حاجات، الكنترولر بتاع التشارجر باتري واللود كنترولر والبطاريه. بعمل الفيلم ده كله ليه؟ عشان اقدر اشحن بالليل. لان انا ممكن اكون عامل كذا روح مع بعض وطلعوا لي كهرباء كبيره. الراجل ده سالني من شويه، قلت له الكهرباء هنا بجيب 1000 واط لازم اسحبه، يعني لازم استهلك ال 1000، والا لو انا سحبت منهم 200 ال 800 دول هيضيعوا لوسز. لو ما حطيتهمش جوه بطاريات كمخزن هيضيعوا، هيروح فين؟